يعني المفروض الصبح تيجي تشغل على طول، مش الدكاترة على طول. أيوة اسمع، أبدأ يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم، أولا كل سنة وأنتم طيبين، وأنا كان نفسي أكون فيس تو فيس، لكن إن شاء الله ربنا إن شاء الله يعدي الموجة على خير ونبدأ. نبقى ندي المحاضرات او بقيه المحاضرات فيس تو فيس عشان نشوف بعض ونتعرف على بعض. المحاضره النهارده اليوفيتس او التهاب الجزء الوسطي الاوسط في العين اللي هي المشيمه، وده انا بعتبره من اهم الموضوعات في طب وجراحه العيون، لان من الوفيتس ممكن تتطرق لجميع المواضيع بتاعه الاوفثالمولوجي. فنعرف يعني ايه الوفيتس. The term uveitis means inflammation of the uveal tissue. However, clinically there is always some associated inflammation of the adjacent structures such as retina, vitreous, sclera and cornea. ايه هو اليوفيل؟ اليوفيل اللي هي الميدل كوت اوف ذا اي بول، اللي هي اليوفيل تراكت. الانتيريور بارت اوف ذا يوفيل تراكت ذا ايريس. الانترميديت بارت اوف ات ذا سيلاري بودي. اند ذا بوستيريور بارت ذا كورويد. This is the anterior surface anatomy of the iris. We see pupil الحدقة، وفي الكولوريت بيقسم الـ anterior surface of the iris into two surfaces، الـ outer ciliary zone والـ inner ciliary zone. وفي الكريبتس اللي هي الخدودات اللي هي موجودة في الـ anterior surface of the iris. ده يعني sagittal section للـ eye. في sclera، في ciliary space، في sclerary spur، في limbus، في canal of Schlemm، في سبيس اوف فونتانا، في الاندوثيليوم اللي هي الطبقه المبطنه للكورنيا اللي هي بتمتد على الانتيريور سيرفيس اوف ذا ايريس، في الانتيريور تشامبر اوف ذا اي اللي هي بتوين ذا كورنيا اند ذا ايريس، الانتيريور بارت او انتيريور سيرفيس اوف ذا ايريس تكون من الاندوثيليوم تمتد من الخلايا المبطنه للكورنيا، وبعدين بعديها في الستروم اوف ذا ايريس، في العضلات السفنكتر بيوبيلي، وبعدين الدايليتر بيوبيلي، وبعدين بوستيريورلي اللي هي البيجمنتد ايبيثيليوم. يعني ساعات بنقول في الامتحان ارسم دايجرام للهيستولوجي اوف ذا ايريس، بتقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول مع الرسمه اللطيفه ديت اللي موجوده في كل الكتب. دي السيلري، دي الكورويد. ممتد anterior part of the choroid is ciliary body، في ciliary space، ciliary process، في suspensor ligament، في الكريستالين lens. ده برضو رسمة خفيفة بين الميكروسكوبيك anatomy والميكروسكوبيك anatomy زي ما قلنا قبل كده، دي كان تكون أوضح شوية مع الشيء رسمة قديمة شوية. ناخد حاجة اسمها iridocyclitis. iridocyclitis the acute inflammation of the iris and ciliary body. ويعني في عدة تقسيمات للأيريدوسايكولايتس أو اليوفيتس.
دي تقسيمه سيمبل عباره عن الثيولوجيكال كلاسيفيكيشن في برايمري ايرينوسايكلايتس وفي سكندري ايرينوسايكلايتس. البرايمري ايرينوسايكلايتس يا اما انفكتيف يا اما الرجيك يا اما كونستيتيوشنال يا اما سندروماتيك. الانفكتيف زي اي كلاسيفيكيشن يا بايوجينيك يا نون بايوجينيك. البايوجينيك اكسوجينس او اندوجينس. بايوجينيك لها سيفيوريتي ايريوسايكلايتس. اكسوجينس يعني حاجه جايه من الخارج، يعني فورين بودي دخل الووند في الكورنيا عمل ايريوسايكلايتس. اندوجينس يعني في مايكرو اورجانيزم او بكتيريا او فانجاي او فيروس في الدم وراحت لليوفيا او للايريس سيلولي عملت اليوفيايتس. نون بايوجينيك يعني زي حاجات بقى ما فيهاش بص اولد تي بي سيفيلس كده يعني. في الرجيك تو دي بكتيريال توكسينز. في كونستيتيوشنال تو ار ديزيز زي الجاوت زي الكولاجين ديزيز. في سندروماتيك زي البيسل سندروم والفوجت كويناجا هارادا سندروم. في سكندري ايريوسايكلايتس تحصل اريتيشن اوف ذا ايريس اند سيلولي از ديو تو اذر لوكال ديزيزز زي كورنيال ألسر، زي كيراتايتس، سكليرايتس، ريتينا ديتاتشمنت، لينس ديسلوكيشن أو سبلوكيشن أو ألرجي تو لينس بروتينز أو تيومر. طب إيه الكلينيكال بيكتشر؟ يعني واحد عنده أريلوسايكلايتس قلنا ده إيتيولوجيكال كلاسيفيكيشن، هيجي يشتكي من إيه؟ الكلينيكال بيكتشر عبارة عن سيمتومز وساينس وإنفستيجيشن أو دايجنوزيس. الكلينيكال بيكتشر في symptoms هيجي يشتكي من ايه مريض الايريوسايكلايتس؟ بيجي بيشتكي من بين. البين ده عباره عن دال ايك بين او ريفيرد بين. دال ايك بين ده نيوروجينيك، تيز نيوروجينيك. ريفيرد يعني الم في مكان وبتحس بيه في مكان تاني، يعني مثلا يكون الم في الايريوسايكلايتس وحاسس بالالم في الفك او قدام الودن، فده اسمه ريفيرد بين. ريفيرد بين ده عن طريق توكسينز ريتيت دي branches of the trigeminal nerves. أول حاجة البين، البين ده يا ضل إيك يا ريفيرد. وقلنا يعني ضل إيك ويعني ريفيرد. في فوتوفوبيا يعني مش قادر يستحمل النور. لاكريميشن العين بتدمع. في diminution of the visual acuity. diminution of the visual acuity لا أسباب ليه النظر بيقل في حالة الأيريوسايكلايتس، عشان بيكون في كورنيا القديمة، عشان بيبقى فيه كيبيز او كراتيك بيرسبتيز، في ترسيبات خلويه او خلايا موجوده في الجدار او الجدار الداخلي بتاع الكورنيا فبيعمل عتامه فبيشوفش العيان. ممكن يحصل سباز للمصل السيلري مصل فبيحصل مايوبيا نتيجه للسيلري مصل سباز فبتقلل فيجن اكيوتي. ممكن التوكسنز ديت بتأفكت الماكولا فبيحصل ماكيولوباثي او ماكيولار اديما في حالات الايريوسايكلايتس او اليوفيتس. يبقى بيشتكي المريض من بين وفوتوفوبيا ولاكريميشن وديمينيوشن اوف ذا فيجوال اكيوتي. ديت قلنا ديت الايه؟ السيمبتومز. طب الساينز؟ الساينز عشان يعني ايه ما ننساهاش ناخدها بالايه؟ بالتدريج. يعني واحد عنده اريوسايكلايتس بتلاقي ايه عنده؟ الليد اديمتس ليد كونجكتايفا ملتحمه في سيلري انجكشن او كونجكشن. الكورنيا بتلاقي تيجي تكشف على الكورنيا بالستلام تلاقي في خلايا في الجدار المبطن او البوستيريو سيرف اوف ذا كورنيا بيسميها كيبيز او كيراتيك بريسبتيتس ديو تو ديبوزيشن اوف ذا انفلاماتوري سيلز on the endothelium at the posterior surface of the cornea. The anterior chamber due to inflammation of the cells, due to the inflammatory cells, بيبقى فيه aqueous. الaqueous عبارة عن turbid أو plasmoid aqueous. ساعات تلاقي hypopion. hypopion يعني تلاقي sterile pus موجود في الحجرة الأمامية بتاعت العين. ساعات تلاقي هيفيما. الهيفيميا ديت يعني بلاد في الانتيريور تشامبر بتحصل نتيجه ايه؟ بتحصل نتيجه للانجورجد ايريس فيسلز. طب الايريس، الايريس بتاع اللوس اوف ذا نورمال باترن. الباترن اللي احنا شرحناه في الاول اللي هي الكولوريت والايريس كريبتس والانتيريور الاوتر سيلري زون والانر سيلري زون بيحصل لها ايه؟ لخبطه فبيحصل لوس اوف ذا نورمال باترن.
البيوبين نتيجه للاريتيشن والهايفيميا والتوكسين بتاثر ستيمليت ذا بوس فيكتر اند ديليتر ماسلز بس الفيكتر اقوى شويه فبيحصل كونستريكشن كونستريكشن اوف ذا بيوبين. نيجي نحط قطر التوسيع يحصل ايريجولاريتي اوف ذا بيوبين بنسميه فيستوند بيوبين. يبقى البيوبين او الحدقه عامله زي الورده اسمها فيستوند بيوبين. طب السيلري بودي نيجي نعمل بالبيشن للسيلري بودي اللي هي مؤلم تندر تندر بالبيتد سباز نتيجه نتيجه للايرينوسايكلايتس. ساعات يحصل سباز من السيلري ماسل فبيحصل مايوبيا. دخلنا جوه العين لقينا في الفيتريس كلاودي او ليتس اكسوليتس او كلاودي فيتريس نتيجه للخلايا ونتيجه للالتهابات فبيحصل سيلز او انفلاماتوري سيلز في الفيتريس فبيبقى كلاودي فيتريس او اكسوليتس. طب كل الحاجات دي تؤدي الى ايه؟ ممكن تؤدي الى انكريز تنشن يزيد ضغط العين تعمل ايه؟ تعمل سكندري جلوكوما. يبقى الرسمه ديت اهيت عندكم ما ننساهاش لما نقول الكلينيكال بيكتشر اوف ذا ايريوسايكلايتس. في عندنا السيمبتومز الاربعه والخمسه اللي قلناها وفي ساينز التسعه اللي قلناها. طب هل في كومبليكيشن ايريوسايكلايتس؟ في كومبليكيشن كتير جدا ايريوسايكلايتس بتؤدي الى جميع الامراض اللي ممكن تحصل للعين. عشان كده انا قلت في اول المحاضره ان اليوفايتس من اهم المواضيع اللي هي بندرسها في طب العيون. بتؤدي جلوكوما، بتؤدي لريتن اتاتشمنت، بتؤدي لفيترايتس، بتؤدي للهايبوتوني، بتؤدي لاتروفيا بالباي، لكن ناخدها بالتدريج. بيحصل اول حاجه ادهيجن ما بين الانتيريور سيرفيس واللينس بنسموها ايه؟ بنسموها ساينيكيا. نيجي نحط اتروبين او سايكوبليجن تلاقيها بتحصل ايريجولاريتي للبيوبل دي بنسميها في ستوند بيوبل. دي لو الايرس لازق في الايه؟ في الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. لكن لو البريفيرال اوف ذا ايرس لازق في الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس دي بنسميها رينج ساينيكيا. الرينج ساينيكيا دي تلاقي الحرف بس بتاع الايرس لازق في الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس فلما الاكوس يطلع ترفع ضغط العين بتعمل جلوكوما. طيب ممكن بعد ده كله يحصل بلوك ذا بيوبل يعني البيوبل نفسه بيتقفل نتيجه الاكسديشن. لما يحصل ان البيوبل يتقفل نتيجه الاكسديشن برضه يرفع ضغط العين. طب ممكن يحصل ايه كمان؟ يحصل توتال ادهيجنز كل البستيريو سيرفيس اوف ذا ايريس يلزق في الانتيريو سيجمنت اوف ذا لينس فبيحصل توتال ادهيجن between the posterior surface of the iris and all the anterior surface of the lens بيسموها total posterior synechia. And of the AC بيسموها peripheral anterior synechia. طب كل الحاجات دي مع البلازمويد اكواس البريفيرال anterior synechia والرينج synechia والبيوبيلري بلوك والتوتال بريفيرال ساينيكيا والبريفيرال انتيريو ساينيكيا والبلازمويد اكوس كل ده يؤدي الى سكندري جلوكوما او مياه زرقاء ثانويه. يعني ساعات يقول لك انيومريت ذا كوزز اوف سكندري جلوكوما منها اللي هي الايريوسايكلايتس ليه؟ عشان كذا وكذا 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 وخاصه لو سالناها لكم في الشفا. طب التوكسنز اللي هي نتيجه للميكروبز او الانفلاميشن ممكن تعمل كاتراكت وخاصه في البوستيريور كابسول سب كابسولا اوباسيفيكيشن او سب كابسولا كاتراكت. طيب لو الموضوع زاد شويه وعمل سايكليتك ميمبرين ورا الايرس الاكسوديشن او الافرازات اللي بتحصل ورا اللينس بيسموها سايكليتك ميمبرين تيجي تبص عليها تلاقي فيه غشاوه كده ورا الكريستالين لينز دي بنسموها سودو جليوما لان في جليوما في سودو جليوما. طب الحاجات دي كلها لما بيحصل لها تنشن على ريتنا في اي مشاكل يا جماعه في الصوت واضح؟ واضح الصوت يا جماعه؟ تمام؟ طيب
كل ده بيؤدي الى يا جماعه ممكن يؤدي الى ديتاتشمنت، يبقى انفصال شبكي. طب انفصال شبكي وسايكليتيك ميمبرين والبتاع بدا يحصل انفلاميشن في السيلري بودي، بدا يحصل يقل السكريشن اوف ذا اكواس، كل ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى اتروفيا بالواي، العين تضمر. يبقى احنا من خلال اليوفيتس دخلنا على كل مواضيع الرمض، الكاتاركت والجلوكوما والانفلاميشن والفيترايتس والديتاتشمنت الاتروفيا بالواي. يبقى اذا مضاعفات الالتهاب القطبي القزحي يؤدي الى جميع امراض العين، والرسمه دي افتكروها وصوروها عندكم. هو في يعني في كلاسيفيكيشن كده جميله قديمه وما زال احنا بنقولها وبنسال فيها في طلبه البكالوريوس وطلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه، يعني هي عندكم كده ممكن احنا نقسمها بالراحه كده. احنا قلنا ديت في ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن وفي حاجه يعني دي كلاسيفيكيشن كبيره شويه ولما طالب بساله فيها ويقولها انا مبسوط جدا وممكن بديله الفول مارك. يعني ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن ايه التقسيمات المسببه للسايكلاتس؟ في اكسوجنس يعني فورم بودي تروما، حاجه دخلت جوه العين عملت التهاب القطبي القزحي. في اندوجنس من داخل الجسم، اندوجنس دي بنقسمها الى سكندري تو سيستميك ديزيزز، في امراض في الجسم تؤدي الى الالتهابات القطبيه القزحيه. يعني جين عيان مثلا في واحد الارثرايتس التهاب المفاصل، بيجين واحد يقول له تعبان، اقول له تعبك او ركبتك تعباك، يستغرب ايه اللي جاب المفاصل للعين؟ المفاصل الارثرايتس زي انكلوزنج سبوندلايتس زي ريتر ديزيز زي سورايد ارثرايتس زي جوفينايل كرونيك ارثرايتس اللي هي ستيلز ديزيز زي روماتويد ارثرايتس، كل ده يؤدي الى التهاب قطبي قزحي. يبقى انكلوزنج سبوندلايتس، ريتر ديزيز، سورايسز اللي هو الصدفيه، جوفينايل كرونيك ارثرايتس، وروماتويد ارثرايتس. يعني الروماتويد ارثرايتس او التهاب المفصلي الروماتيزمي قد يؤدي الى التهابات قطبيه قزحيه. في نون انفكشس ديزيزز يعني امراض ما بتحصلش نتيجه الالتهابات زي الساركويدوزس زي البيهس ديزيز زي حاجه اسمها فوجت كويناجا هارادا ديزيز. طبعا البيهس ده مرض مشهور وهيتشرح لكم برضو بالتفصيل، بيؤدي الى برضو ايريوسايكلايتس، وتيجي تعمل اختبار الاتش ال بي بيطلع اتش ال بي 5 وساعات الاتش ال بي 27 عشان نتاكد ان ده بيهس ديزيز. في اللي هو البوكيت كويناجا هارادا ديزيز بنعمل له اختبار اسمه اتش ال اي بي 22. طب في كرونيك سبيسيفيك انفكشوس زي الاكوير سيفيلس بتاع زمان زي الدرن التي بي زي الليبروسي اللي هو الجوزان، برضه كل ده يؤدي الى اليوسايكلاتس. يبقى ده سكندري تو سيستميك ديزيز، يعني التهابات قطبيه قزحيه نتيجه لامراض. ممكن ايه تاني يؤدي؟ في البارازيتك انفكشن، بارازيتك انفكشن زي توكسوبلازموزس والتوكسوكارياسيس. طب ممكن الفيروس زي الهربس والهربس سيمبلكس والاكواد سايتوميجاليك فيروس والاكواير اوتو ميون ديزيز والاذر فيروس زي الانفلونزا وزي الاميون ديفيشنسي سندروم وزي المشكله اللي عندنا بربنا نجينا منها جميعا فيروس. يعني كورونا فيروس ممكن تؤدي الى ايريدوسايكلايتس تؤدي الى يوفايتس تؤدي الى ارتيتس. يعني وشفنا حالات ياما في الايام اللي فاتت دي من ناس عندهم كورونا عندهم البروتوزوال زي الليشمانيازس والبلهرسيازس. يعني ممكن واحد جاي من دوله مثلا في الميدل ايست او العراق او بتاع تكشف عليه تلاقي فيه التهابات قطبيه قزحيه، تعمل له انفستيجيشن تلاقي ليشمانيازس
البنهازياسيس، بنهاليسيا. ممكن واحد عنده بنهاليسيا زمان كانت منتشره جدا، تلاقي عنده رائحه مرعبه وتك تك شفعاليه، تلاقي عنده سايكلاتس. في ايديوباثيك سبيسيفيك سندروم، ايديوباثيك سبيسيفيك سندرومز في منها كومن وفي منها رير. الكومن زي الفخس يوفيتيس سندروم، زي الانترميديت يوفيتيس، زي الجوفينايل ايريدوسايكلايتس، كرونيك ايريدوسايكلايتس، زي الاكيوت ايريدوسايكلايتس. في عندنا الرير، رير ايديوباثيك سبيسيفيك يوفيتيس، زي السمباثيك يوفيتيس، زي الايلز ديزيز، زي مرض اسمه اكيوت بوستيريور مالتي فوكال بلاكويد ابيثيليوباثي، زي الاكيوت سيرفيجنس كورويدوباثي، زي البيرت شوت ريتينوباثي، زي الاكيوت ريتينوسايكلاتيك كرايسيس. يعني دي حاجات طبعا كبيره عليكم شويه، بس لما بنعرفها برضه اهتميتوا بيها. ساعات لما اكون عايز ادي الواحد يعني امتياز او بتاع ده، ادخل في حاجه صغيره كده تلاقيه عارف وحاضر المحاضره وفاهم وكتب. في بقى الايديوباثيك نون سبيسيفيك يوفيتيس دي بتمثل 25% اوف ذا كيسز. طيب احنا هنريح شويه ونكمل يعني، يعني ماشي الموضوع كده ومعايا المستجيبين. اوكي يعني هي دي ملخص المحاضره، بس انا هديكم شويه دايجرامات وشويه حاجات صور كده برضو عشان تفهموها. طبعا احنا اديتكم قبل الدايجراماتيك او الدايجرامز بتاعه الانتيريور سيجمنت، دي فوتو للانتيريور سيجمنت طبعا، كونجكتيفا والكورنيا والبيوبيل والايريس والسيريال جودو والكرويد والفيتريس كافيتي وفي السكليرا والريتنا والفوفيا والاريا والاوبتيك ديسك والاوبتيك نيرف والسنترال ريتينال ارتري اند فين. طبعا دي البارس بلانا ودي از فلات اكستنشن فروم ذا بوستيريور اسبيكت تو سيرفس تو ذا اورا سيريتا، ودي من 3.5 ل 4 ملم بينس. دي حاجات اناتومي. الراوند 3 ملم فروم ذا ليمبس تو سيريال روسس. يعني بنعيد الكلام بصوره فيها تخطيط اكتر. بنقول الكلاسيفيكيشن اوف ذا يوفيتيس في اناتوميكال كلاسيفيكيشن انتيريور وميدل وبوستيريور، في كلينيكال وفي باثولوجيكال وفي ايتيولوجيكال. الانتيريور يوفيتيس في ايريتس وسايكلايتس وايريدوسايكلايتس، يعني الكلام ده ايه باختصار للكلام اللي قلناه قبل كده. Intermediate uveitis يعني intermediate uveitis يعني inflammation of the posterior part of the ciliary body and extreme periphery of the retina and pars planitis. Posterior uveitis هي inflammation of the choroid أو بيسموها choroiditis or and or associated inflammation of the retina. ساعات بيبقى choroiditis ومعها التهاب في الشبكية بيسموها chorioretinitis. أما البانيو uveitis عبارة عن inflammation of the whole uvea. Classification of uveitis طبعا clinically في acute uveitis the sudden symptomatic onset، وفي اللي هي chronic uveitis اللي هي بتبقى gradual أو insidious and the symptomatic onset lasts for more than 3 months or even years. Pathological قلنا في granulomatous وفي non-granulomatous. في ايتيولوجيكال زي ما قلنا في الاول خالص الكلام اللي هو قلناه في الاول، في انفكتيف يوفيتيس وفي الرجيك يوفيتيس وفي توكسيك يوفيتيس وفي ايتيوباثيك يوفيتيس وفي يوفيتيس اسوشيتد ويز سيستميك ديزيزز. عندي كلها صور للانتيريور يوفيتيس والانترميديت يوفيتيس والبوستيريور يوفيتيس. برضه نرجع يعني كلام بنعيده ونزيده مع الدياجرامات. Anterior anatomical classification of uveitis، في anterior uveitis وفي posterior uveitis وفي intermediate anterior uveitis وintermediate uveitis وposterior uveitis وbanio uveitis. Intermediate uveitis يعني
مش عايزين نعقد المواضيع برضه. سايكلايتس وبريفيرال يوفايتس وباس بلانيتس وكرونيك سايكلايتس وبيزل يوفي وريتينايتس وانترميديات يوفايتس، يعني برضه ده كلام كبير شويه بس ايه نعم، لان طبعا محاضره اليوفايتس ديت انا كنت بدرس للطلبه ودرستها في الماجستير وطلعت الدكتوراه، ومن الحاجات اللي هي يعني ايه مهمه جدا في طب وجراحه العيون. يعني في اتيوباثوجينيسيس يعني جرانيلوميتس كرونيك انفلاميشن اوف ذا بروليتيف نيتشر ديو تو ذا فورين بودي characterized by infiltration and lymphocytes and proliferation of large mononuclear cells with aggravated endothelial necrosis of the adjacent structure. ده كلام باثولوجي ويعني يعني نبقى عندنا فكره عنه يعني. وهنا بيفرق لنا بين الجرانيومتس ونان جرانيومتس. نفس الكلام اللي احنا برضه كلينيكال فيتشر اللي احنا شرحناه، بس انا بحب يعني بحب اجيب صور وفيجرز. السيمبتومز طبعا زي ما قلنا ان في يعني من الحاجات اللي زودناها في فلوترز، في خيال فلوترز يعني خيالات كده قدام العين. في مايلد بليرنج اوف ذا فيجن، في مايلد فوتوفوبيا، في بين زي ما قلنا قبل كده. الساينز قلنا في انتيريور سيجمنت، و الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في من اول الاي ليد للكورنيا للايريس للبيوبل للانجل للينس. في الفيتري ساعات تلاقي فيتريس اوباستي، يعني برضه الكلام ده يعني ايه مجرد مراجعه للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. جريدنج اوف فيتريس هيز ساعات نتيجه للانفلاميشن اوف فيتريس بيبقى في فيتريس هيز. فيتريس هيز ده ليه جريدنج، يعني ساعات بيبقى مايل ساعات بيبقى مودريت بقى سيفير. المايلد طبعا ممكن تشوف لو تيجي تعمل فحص قاعين بتشوف الريتنا كويس، تشوف الاوبتيك نيرف الى حد ما. المور هيزي بتبقى الصور هيزي ما انتش شايفها كويس. ساعات بتلاقي في كورويدال باتشز، لما تيجي تفحص الشبكيه بتلاقي باتشز زي ما انت شايف كده نتيجه للايه؟ للكورويدايتس او نتيجه للاولد كورويدايتس. يعني هو برضه دخل يقول لك ازاي تابروش تو يوفيتس. بتعمل طبعا الاول هيستوري وبعدين كلينيكال اكزامينيشن وبعدين انفستيجيشن وبعدين بنشوف بنعمل فاندس اكزامينيشن. شوف الفاندس اكزامينيشن زي ما احنا شايفين، نبص جامد على الفيترس بنلاقي في فيترس سيلز، بنلاقي في كورويدال سكارينج، بنلاقي سنو بانك يعني بنلاقي سنو بونز زي كور التلج كده، لاقي حته بيضه كبيره كده جوه لاقي اسمها سنو بانك. اما سنو بونز زي كور التلج بتلاقي لما فيتراس هيز يعني في هيزنس الفيتراس عامل زي ما يكون دست كده عامل مغطى شايف كويس. ديجنريشن تشينجز وتلاقي في بوستيريور فيتر اتاتشمنت اللي بيسموها بي بي في دي. ساعات بتلاقي في ريتنال تشينجز وخاصه في حالات البيسك ديزيز كلود تورشيس فيسلز وفينيو في الاثريوز والفينيوز تلاقي شيزنج اوف ذا بريفيرال فينز. ساعات تلاقي نيو فاسكولار تافت. ساعات تلاقي ممكن يؤدي الى ريتنال اتاتشمنت، ممكن تؤدي الى سيستويد ماكلر اديما. يبقى دخلنا على كل موضوعات الرمد، كل اليوفايتس دي تؤدي الى كومبليكيشن تشمل جميع امراض العين. اهو بقول لك جايب لك صور بيبين لك اللارج فيتريس فلوترز. فلوترز يعني حاجات خيالات جامده نتيجه للالتهابات ونتيجه للخلايا في السائل الزجاجي، تلاقي تعمل خيالات كده قدام العين. ساعات تلاقي هيموريج، النقطه الحمراء تلاقي هيموريج. ساعات يحصل فيترس ديتاتشمنت، الفيترس ينتزع او يبعد عن الشبكيه نتيجه التهابات، يتشد بعيد عن الشبكيه. كل دي طبعا مانيفستيشنز وكومبليكيشنز من اليو في اتس. الهولمارك او علامه البارس بلانيتس اللي جزء من السيلري بودي اللي هي سنو بانك، يعني قلنا سنو بانك يعني حته بيضه كبيره كده واخده الايه؟ واخده السيلري بودي دي بيسموها سنو بانك.
او ده انتيريور فيرتس بتعمل سنو بولز. سنو بولز يعني عباره عن كور كده، سنو بانك يعني تلاقي حته بيضه كبيره كده في البارسيبلانايتس. ساعات تلاقي في باند كيروتوباثي يعني سحابه كده على القرنيه نتيجه للايليوسايكلايتس، نتيجه للكالسيوم ديبوزيشن ان ذا انتيريور لير اوف ذا كورنيا البومنز برين زي ما احنا شايفين نظر كده. طبعا ده في ستوند بيوبل بعد المقطعات التوزيع بتلاقي البيوبل يحصلوا دايلاتيشن ويز ايريجولاريتي، دي بنسموها في ستوند بيوبل. من الكومبليكيشن اوف يوفايتس زي ما قلنا دلوقتي الكاتراكت نتيجه للانترفيرنس وزنس ميتابوليزم، او ساعات نتيجه للعلاج نفسه ساعات لما تدي استرويد او كورتيكوسترويد في علاج اليوفايتس يحصل كاتراكت. ممكن يحصل ريتنا سكارز نتيجه للفيبروزس والالتهابات والانفلاميشن في الريتنا، يحصل ريتنا سكارز. ممكن الريتنا سكارز تشد الشبكيه فيحصل ريتنا ديتاتشمنت. ممكن يحصل ارتشاح مائي في مركز النظر بنسموه سيستويد ماكيولار إديما. ممكن تحصل ضمور في العصب البصري، يحصل اوبتيك اتروفي. كل ده برضه زي ما قلنا يحصل هايبوتوني ديو تو البروليفريشن or of the exudates in the ciliary body. Hypotony. Hypotony in the ciliary body بتأثر ما بيحصلش secretion in aqueous، بيحصل انخفاض ضغط العين يحصل hypotony. Diagnosis. ما قلنا diagnosis معروف ان احنا بناخد من history وفي clinical picture، وفي clinical picture عبارة عن symptoms و signs، وبعدين بقى ندخل على lab investigation. Lab investigation نعمل تحليلات معملية. التحليلات المعملية اللي هي الروتين زي السي بي سي والبي اس ار فريكوانسي شيست اكس راي الحاجات العاديه، نعمل اي ان اي، نعمل سكين تيستينج نتيجه للايزا تيست، يعني دي حاجات كلها عامه. لكن في سبيسيفيك تيست، سبيسيفيك تيست بلاد تيست زي الانتي بودي زي سبيسيفيك سيرولوجيكال سيرام بروتينز الايزا تيست. راديولوجيكال بنعمل سيستيك سيري، بنعمل ساركو إلياك في حالات الانكلوزنج سبوندلايتس او الجوينت، نعمل كالسيوم سكان، نعمل ام ار اي، نعمل سي تي. دخلنا على كل انفستيجيشن سبيسيفيك تيست زي بيوبسي، نعمل فلوسين انجيوغرافي، نعمل او سي تي اشعه مقطعيه على مركز النظر. كل ده يبين لنا الموجود جوه العين والمضاعفات اللي حصلت نتيجه الاليوسايكلايتس. يعني برضه انفستيجيشن ممكن نعملها زي ما قلنا سيرم انتي توكسوبلازما توكسوبلازموز او توكسوكارياسيس الايزا تيست اندايركت فلوريسنت انتي بودي، حاجات كلها ايميجنج زي الفلوريسين انجيوغرافي زي الاندوسينين جرين زي البي سكان زي الاو سي تي، كلها انفستيجيشن ممكن نعملها. طب التريتمنت، التريتمنت طبعا في الاول عشان يجي لك عيان مايلد ايريوسايكلايتس لازم ناخد الهيستوري، لازم نتاكد، نبدا نديله ايه لوكال تريتمنت زي لوكال انتي بايوتيك موكسابلوكساسين لوكال كورتيكوسترويد بس لازم نقيس ضغط العين كويس زي البريدنيزون اسيتيت زي البريدفورت الحاجات دي توبراديكس. ممكن ندي نان ستيرويد الانتي انفلاماتري لو ضغط العين مرتفع. ندي سايكوبليجيك طبعا زي الاتروبين وزي الميدرياسيل وزي سايكو ميدريابيد والحاجات دي توسع الحدقه وتقلل البين وتمنع السينيك حدوث السينيكيا. ممكن ندي يبقى لوكال انتي بايوتيك لوكال انتي بايوتيك لوكال كورتيكوسترويد لوكال سايكوبليجيك ندي سيستميك كورتيكوسترويد ندي سيستميك انالجيسيك ندي سيستميك انتيبيوتيك وساعات ندي سيستميك كورتيكوسترويد في حالات سيفير ما استجابش. ساعات منين ندخل جراحيا، ندخل جراحيا ندي بستيرو سابتينون انجكشن اوف استرويد. ساعات بندي انجكشن ساب كونجكتيفال او سابتينون انجكشن اوف زي ميثايل بريدنيزولون بريدنيزولون انجكشن او تراي امسون استونايد. من طبعا بنختار الحته اللي هي الابر تيمبرال كوادرانت وانجكت من 3 الى 2 انجكشن ات انتيرفل اوف 3 4 ويكس
زي ما قلنا في توبيكال بريدنيزولون، في سيستميك استرويد كده يعني. هو طبعا لازم كلامنا منظم شويه، ان التريتمنت عباره عن لوكال اند لوكال، واللوكال كذا وكذا وكذا وكذا، في سيستميك، في بنلجأ في الاخر الى لوكال سبتينون انجكشن اوف ذا كورتيكوستيرويد اند انتي بايوتيك. طب ما نوت ريسبوند، يبقى دخلنا بقى ايه على ما استجبناش. طب ما استجبناش نعمل ايه؟ ساعات بنعمل كرايو ابلكيشن او كرايو بيكسي عشان نقلل البين وعشان نقلل الالم اللي ممكن يحصل نتيجه للاريثروسايكلايتس. ساعات بنضطر ان احنا قبل الكرايو ابلكيشن كرايو بيكسي ساعات بندي انترا فيسترا انجكشن اوف انتي بايوتيك اند كورتيكوسترويد. فساعات بنلجا الى فيتريكتومي، نعمل استئصال للسائل الزجاجي لو في انفلاميشن جامد في الفيتريس. دي كلها ستيبس بنستخدمها في علاج الايديوسايكلايتس. ساعات بقى بنلجا يعني في حالات السيفير ايديوسايكلايتس او سيفير يوفيتس بندي طبعا كيموثيرابي. كيموثيرابي زي الانتي ميتابولايت، زي الاثيوبرين، الاميوران، الميثوتريكسيت، زي في حالات البيست ديزيز في تي سيلز انهبيتورز زي السايكلوسبورين وزي التاركوليمس وزي الالكلايزنج ايجنت زي السايكلوفوسفامين وزي الكلورامبيوسين. يعني دي كلها حاجات كيموثيرابي بنلجا لها في حالات عدم استجابه اليوفيتس بالطرق التقليديه او اللي احنا الكونفنشنال ثيرابي. يعني انا برضه مش عايزين ندخل في الكيموثيرابي جامد او سايتوتوكسيك اميونوثيرابي، لكن احنا ساعات بنلجأ لها في حالات الريسيستنت والاوتو اميون ديزيز زي الكولاجين ديزيز اسوشيتد ديزيزز والبيس ديزيز طبعا بين اي ويجنرز جرانيوموتوزيس سيستميك لوبوس ارثيماتوزيس روماتويد ارثرايتس. يعني ساعات ما بتجيبش نتائج غير الكيموثيرابي. وهو طبعا جايب لك طبعا الحاجات اللي بنستخدمها في الكيموثيرابي او الاميونو سبريسيف دراجز في حاله الايدوسايكلايتس، الدراج والسايد افكت، يعني برضه الحاجات دي مجرد تاخد فكره بسيطه عنها. يعني احنا يعني في شويه امثله او فيجرز يعني للايدوسايكلايتس زي الاوكلر توكسيكاريازيس والسمبيسيتيك يوبيايتس. طبعا تيوبيركل ده صوره التيوبيركلس يوفيتس، واحد عنده تيوبي وفي مضاعفات في اليوفيا فسموها تيوبيركل يوفيتس. دي صوره بس تاخد فكره عنها. الفانجل يوفيتس تلاقي باتشز كده في حالات الفانجل يوفيتس بيبقى المنظر كده، يعني بتبقى حاجات سو سيفير، وده بس مجرد عشان تعرف المنظر يبقى شكله ايه. الكانديديازيس دي فانجر طبعا، يعني لو وصلنا للمرحلة دي تبقى مرحلة صعبة شوية. يعني هي دي يعني المحاضرة بتاعت الفيتس. طبعا احنا ممكن نقولها في 5 محاضرات، ممكن نقولها في محاضرة واحدة باختصار شديد. زي ما قلنا يعني ايه الفيتس، او يعني يوفيال تيشو، وقسمناه الانتيريور يوفيا وانترميديات وبوستيريور، وقلنا رسمنا الدياجرامات اللي هو الميكروسكوبيك اناتومي والمايكروسكوبيك اناتومي، وحطينا دايجرام لها، وقلنا الكلينيكال بيكتشر في السيمبتومز اللي هي الديمينيوشن اوف ذا فيجوال اكيوتي والبين والفوتوفوبيا واللاكريميشن. قلنا البين عباره عن دارك بين وريفيرد بين، وقلنا الساينز من اول الاي ليد لغايه الكورنيا لغايه الايرس لغايه الانتيريو تشامبر لغايه البوستيريو تشامبر لغايه الفيتريس شكله ايه والريتنا. وقلنا الكومبليكيشن، برضه كومبليكيشن كل امراض العيون ممكن تحصل، وقلنا اسبابها ايه، وقلنا ممكن يحصل سكندري جلوكوما نتيجه لكذا وكذا وكذا وكذا. وقلنا بعد كده الانفستيجيشن، في روتين انفستيجيشن وفي لاب انفستيجيشن وفي طبعا راديولوجيكال انفستيجيشن. وقلنا التريتمنت، في لوكال تريتمنت وفي سيستميك تريتمنت وفي سيرجيكال تريتمنت وفي كيموثيرابي تريتمنت. ودي يعني ملخص على المحاضره. وممكن لو اي حد عنده سؤال في المحاضره انا يعني تحت امركم. يعني
هو بص يعني هو السؤال اللي جالي من دكتورة هدير عايزة تقول الأرثرايتس ممكن تعمل يوفايتس. زي ما قلنا إن ممكن الأنكلوزنج سبوندلايتس يعني واحد ظهره وجعه وحصل التهاب في العمود الفقري أو فقرات العمود الفقري ممكن يؤدي إلى ايريدوسايكلايتس. ممكن الروماتويد أرثرايتس التهاب المزمن بتاع المفاصل سواء في الاولد او في الادلت اللي هو الاكيوت او كرونيك جوفينايل ارثرايتس تؤدي الى حدوث الايريدوسايكلايتس. يعني حاجات هي ممكن تؤدي بس ده يعني الحاجات اللي ممكن تعرفوها يعني. في اسئله تانيه؟ طبعا دكتوره علا صبحي بتقول اسباب الديمينيوشن اوف ذا فيجن. واحد عنده ايريدو سايكلايتس بيشتكي انه نظره ضعف او في ضعف في النظر. طبعا ده نتيجه لعده اسباب يا دكتوره علا. ان ممكن يكون في كورنيال هيز ممكن يؤدي الى ضعف النظر، ممكن يكون في هايبوبيون برضه يؤدي الى ضعف النظر، ممكن يكون في هايفيما بلط في الانتيريور تشامبر يؤدي لضعف النظر، ممكن فيتريوس هيز يؤدي لضعف النظر، ممكن ريتينال هيموريج او ريتينال انفكشن او ريتينايتس يؤدي لضعف النظر، ممكن الماكيلوباثي او الماكيلار ايديما او ارتشاع في مركز النظر يؤدي لضعف النظر، ممكن في الحالات العاديه يحصل اريتيشن للسيلري مصل يحصل سيلري سبازم تؤدي الى الميوبيا او الميوبيا تؤدي الى ضعف النظر. في أسئلة ثانية؟ دكتور إيهاب ثروت يعني الدينامو المحرك لنا في قسم طب وجراحة العيون، بنشكر حضرتك على اهتمامك بالطلبة، الطلبة دول ولادنا يا دكتور إيهاب، وأنت صراحة خير من يتعامل معهم وأنت مش مقصر. فأشكرك على التعاون والمجهود اللي أنت بتبذله لله سبحانه وتعالى علشان الطلبة يوصل لهم المعلومات. الطلبة دول ولادي وهم عارفين كده من زمان من 20 سنة أيام ما كنت بدرس كل الكورس كل المحاضرات كنت بديها من أيام الدكتور بشير اللي هو حاليا يعني داخل الأستاذ مساعد كان طالب زيهم كده. وأتمنى إن هم إن شاء الله كلهم يبقوا دكاترة عمالقة زي حضرتك وزي الدكتور بشير ونفتخر بيهم يعني، لان انا دول ولادي وانا يعني بقدر المجهود اللي الدكتور ايهاب بيعمله معاكم. فانا صراحه بشكر الدكتور ايهاب ويجب ان كنا نشكره على المجهود الجامد اللي بيعمله سواء اونلاين او فيس تو فيس ليكتشرز. صراحه وهو مهتم بيكم جدا وصراحه بيوصى عليكم وبيقف جنبكم، فتحيه كبيره جدا للدكتور الاستاذ الدكتور ايهاب ثروت. في اي اسئله ثانيه؟ اشكركم جميعا ولو في اي ملاحظ المكتب بتاعي موجود والدكاتره كلهم بلا استثناء بلا استثناء قسم الرمض بالذات قسم جميل ومحترم وكل الدكاتره والاساتذه اللي فيه محترمين واحنا انتوا ولادنا. ما تخافوش من اي حاجه، لو في اي حاجه صعبه تعالوا لي المكتب ابعتوا لي على الواتس، اتصلوا بالدكتور ايهاب ما بيتاخرش صراحه. وما تقلقوش ان شاء الله الامتحانات هتكون من الكلام ده مش هتبقى من خارج الكلام ده، وموفقين وعايزين ان شاء الله امتيازات كتير السنه دي وبالتوفيق باذن الله يا اولادي.